والله هاي الزيارات اللي عتجي اول شيء عتسد الشوارع وتيجي سيارات بكثره تابعه للمسؤولين ان كان وزير ان كان نائب يجي على مطار الموصل لحد الان اي تعمير ما صار حفنه تراب ما شروا منه من الانقاض. وبالنسبه لوزير الصحه جاء للمستشفى خليه يوفر سرنجات المستشفى خليه يوفر بطاله اكسجين. هسه الناس وهذا مرض كورونا قاعدين عالم المواطن هو نفسه المريض يطلع بطل اكسجين ماله يروح يوديه يجيبه مستشفى كان ما يقدرون يجهزوها باكسجين السرنجات ما يقدرون يجهزوها بس يجي والله نزلت الموصل وكل شيء ماكو اي نتائجه. النواب اللي موجودين بالموصل غير يتابعون التوجيهات اللي تجي من وزير بالوعودات ماله لحد الان بس وعودات ماكو اي شيء اي شيء مستمسك ملموس باليد ماكو. احنا ما شاء الله يعني بالفتره الاخيره كثره الزيارات وخلاف الله عليهم زارونا بس المشكله وين؟ المشكله احنا نريد نتيجه نريد عمل. يعني جاء الوزير وزير الصحه قال ابني بمستشفى البتول مكان ما يبني بمستشفى البتول شو انتشر مرض كورونا. جاء قبلها ابو العمل والشؤون الاجتماعيه على اساس يسوي معاملات للرعايه الاجتماعيه ولحد اللحظه ماكو رعايه اجتماعيه وغيره وغيره وغيره. جانا قبل فتره احد المسؤولين على اساس يعمر مطار الموصل. مطار الموصل لي حد لنا ذاك ويسمع حسك. فانت اذا تريد تبني مدينه واذا تعمر مدينه واذا تريد مدينه تزدهر عليك بالمطارات اولا، ثانيا بالمستشفيات، بالخدمات، اضافه الى المولات حتى انت على اقل تقدير تعمر مدينه يعني ترجع الموصل مثل ما كانت قبل. ولا هسه احنا ترى اي شيء ملموس من الوزراء ما نشوفه. واذا جو واذا ما جو هي يمكن اعتقد بمجرد ان يعني بروتوكول عمل مثل بروتوكول عمل يعني مجرد واجب يؤدي وينتهي وهذا هو كل شيء ما عملوه. مطار الروس ذاك وكل شيء ما عملوا بينه واحد يفتحون غير مطار وغير قضاء. وهذول الوزراء لا اصدق عملوا شيء ما عملوا شيء على ارض الواقع ماكو كل شيء. يعني بيحة طلعوا بيان 4200 اسم من الرعايه الاجتماعيه بس دقيقه هي محسوبيه كل ده منتهي امره غيحه اللهم قرايبهم والمعارف مبيوعه كلها ابن عمي بلد منتهي والله يطلبوني امام الله ايش عملوا للبلد؟ فتحوا مدرسي بطاله 90% الله يخليك لكن اكو واحد بلد عايش على نفط وين المعامل مالنا؟ ما يشاولون مدين الموظفين اللي عياقلوا رواتب قاعدين وزاره الصناعه وزاره الري. هاي الزيارات كلها كذابه والله كاذب كاذب هاي الزيارات ابن اخويا حتى اذا يسمعوني كاذب شنو اللي سووه؟ شنو اللي سووه بالمدينه؟ شنو اللي انطول الناس يعني؟ الناس كلها بطاله، الناس بطاله عطاله، ايش يريدون بعد اكثر من هذا الشيء؟ قالوا بدنا نعمر الموصل وماكو كذب كذب. اني بيتي رجعت عليه هسه اني عمرته بنفسي. بيتي بنفسي انا عمرته، المنظمة صار 3 سنين الله شاهد مسجلتهم رقمته طبعا وكل شيء ماكو. رجعت صبعت عندي سيارة بعتها وصرفتها على البيت مالي، وما ظلاني مثل ما نقول متهجول. نواب الموصل هي المفروض نواب الموصل، المفروض يتابعون، المفروض يعرفون شنو مدينتهم وشنو شعب الشعب ايش رايد ايش ما رايد، عجل علش انتخبهم الشعب؟ علش انتخبهم؟ انتخبهم هيجي يعني بس يعني انتخابات هذه؟ كذب بكذب بكذب الله بدالك.